قصة طعمة ابن أبي رق. طعمة ابن أبي رق كل طرقها ضعيفة، ومن العلماء من يحسنها بمجموع طرقها، ومنهم من يبقيها في حيز الضعف في سبب نزول قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم الآيات.